ما بتردش عليا ليه؟ ما تريحني وتقولي مالك. ما عادش فيها راحة يا حسنات، روح اقعد جار اصحابك. مش عايز نقعد جنبك، ده احنا العمر كله اتمنينا ان احنا نبقى جنب بعض. اللي فات نسيها. وانت نسيته؟ ايوه. الشاي قهوة؟ ابو علي القهواجي، مين بده شاي قهوة؟ تعالى يا حسن. نعمين اتنين قهوة. مظبوط مش مظبوطة برضو؟ البي طلبها مظبوط، صح الكلام؟ يلا يا حسن روح هات القهوة. اوان من عينيا. وعندك اتنين مظبوطين. حد تاني قال تعالى يا حسن؟ انا شفته قبل كده، صورته ما تروحش من نافوخي، ده من طنطا. انا شفته في مولد السيد البدوي. مدد يا سيد يا بدوي مدد، خد افركها كلها وما تخنصرش منها حاجه. بتشم ايه؟ ده غباره لسه بزيتها. الشيخ ناص خليك حلو. ايوه هبقى حلو قوي بس بعد ما اولع. خلص. انا فاكر انه كان بيوزع حمص وحلاوه كياس كياس كياس، بيقولوا عليه ان هو اكبر تاجر حمص وحلاوه في طنطا. اها بطلوا بقى فشل، لا هو من طنطا ولا من هناك خالص. يبقى من دسوق. مدد يا سيد ابراهيم يا دسوقي مدد. ولا من سيد ابراهيم. هجيبها بس طولي بالك، بعد النفس الثالث الذاكره هتشعشع وتبقى منوره زي حجر رشيد. يا عيني عليك يا شيخ نصر، يا بتاع حجر رشيد انت. ده انا بتاع كل انواع الحجاره، من حجر رشيد لحجر جهنم. ده انا اللي فلقت الحجر يا ولد. حلو يا شيخ نص، فلقت حجر رشيد ولا حجر الجوزة؟ لا حجر النواتية. ولع يا حبيبي ولع ولع، خلي القعدة تحلو. القهوة المظبوطة يا كوكب الكرة الأرضية. تفضل يا باشا. واللي خلق الخلق باشا مهما جرت الأيام وعندت السنين. جايين نشرب شاي. انا اللي عزمك، وبعدين واحده واحده هعزمك على حاجه عدله. امسك بقى روحي مسخنه عليا، تيجي اشربك. هات. مالك يا روحي؟ ما ماليش، قاعد افكر هو في ايه. انا نفسي ما بقتش عارفه في ايه. يعني انت مش عارفه في ايه ولا انا عارف؟ مالنا. قلتي لي عاوزاني في كلمتين يا حسنات، قوليهم خلينا نروح. انت ليه مش طايق تقعد معايا؟ شوف يا بنت الناس، هقول لك كلمتين واسمعيهم زين. اول الرقص حنجلي. اول رقص ايه؟ حنجلي يعني تنطيط. ومين قالك بس ان احنا هنرقص؟ لا هنرقص، مادام بدأنا نتحنجل يبقى هنرقص. انت اول ما قلت لي عاوزك في كلمتين انا كان على لساني كلمه لا، طلعت بدلها حاضر. قعدت احوش فيها غلبتني. وانا بقى اليومين بحوش نفسي اني ما اشوفكش، ما قدرتش. استحملت يومين، التالت ما استحملتش، قلت لازم اشوفك عشان استريح. قوم اوصلك الصوان. رحت رحت امبارح واول امبارح وقعدت ادور عليك، ما بقيت شايفه حد ولا سمع حد ولا عايزه اشوف حد ولا اسمع حد. قولي بقى ده يبقى معناه ايه؟ حسنات. نعم. قوم اروحك عشان خاطري. روحي خلينا شويه. مالك بقى في ايه؟ ما ماليش، انت ما تعرفيش مالي واللي جرالي يا حسنات. الراجل متجوز عندي عيال على وش الجواز، وكبير عيلتي أنا كبير المنشاوية،
طب وده دخله ايه بس بني عايز اشوفك؟ ما ينفعش، طول ما احنا بنتحنجل كده هنلاقي نفسينا وسط الميدان نازلين رقص والخلق يتفرجوا علينا. ليه؟ ملوش عايز يا حسنان، كل واحد أدرب مصلحته. تعال يا رئيس. خلي البقع عشان دفعت لي مش أنا اللي عزمك؟ لا هي الأصول كده، الراجل لازم يدفع للست. أنا هوصلك فين؟ الصوان ولا السيدة زينب؟ هروح السيدة، أنا هروح أغني لمين يعني؟ طب مش هتيجي تسهر ليلة الجمعة؟ لا مش فاضي. عارف لو جيت هغني لك الغنية اللي أنت بتحبها. عندي مصلحة لازم أقضيها. مصلحة إيه؟ ناس جايين يخطبوا من عندنا. يخطبوا مين؟ أختي. طب ما هو ده فال حلو. فليه الحلو؟ الجواز. يلا بينا حسنا. ايوه اللي بتخبط، انا جايه اهو. مين؟ افتح يا فاطمه. ابا ازيك يابا، اتفضل. كنت فين يا بنتي؟ لازم اوقف على الباب من بدري، معلش يابا. شوشه شايله، خش يا شوشه. يا رب يا سات. اتفضل حط هنا، حط هنا. حاضر يا جو. اهدى كله يابا، لازمته اهدى كله. حاجة العيال من يدم نعدمها يا حاج، ربنا ما يحرمنا منك ويديمها علينا وعليك نعم. حاجة تانية يا عم الحاج؟ لا يا شوشة روح انت. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق يابا، قلب المؤمن دليله، كنت على بالي من دقيقة واحدة. خير يا بنتي؟ كل خير يابا. معرفش هلت علي روايحك بحق من طلع ده من أرض سودة، حسيت انك داخل علي. بنت بنت حلال. اتفضل يابا. هتقعد فين يابا؟ خليني احس ان ابويا عندي وانا قد زيارته. اتفضل في اوضه الجلوس. تعالي يا بنتي تعالي. انت هتضيف مني ولا ايه؟ وانا ضيف وعز ضيف يابا، ودخلتك علينا بالدنيا بحالها. اتفضل اقعد يابا. قول لي اعمل لك ايه تشرب؟ القهوه، القهوه المظبوطه اللي طول عمرك بتعملها لي. وتعالي اقعدي معاي، عاوز اتحدث معاك في مساله. حاضر يابا. واد يا ريدة. مين؟ مين اللي بيخبط؟ هو ايه اللي مين يا واد؟ سامعني؟ ايه يا ماما؟ انا تحت الدش. ماني عارفة انك تحت الدش. امال بتخبطي ليه لما انت عارفة ان انا تحت الدش والصابون في عينيا؟ عشان اقول لك خلص وتعالى سلم على جدك. هو جدي فين؟ في اوضة الجلوس. فيها حتة بخمسة. يا وادك في الباب يا واد، ايه الهم دي؟ القهوة يابا. بوش وشها ولا وش القمر زي ما بتحبها، ولعلمك على السبرتايه زي زمان. تسلم يدك يا بنتي. موضوع ايه يابا اللي عايز تحدثني فيه؟ انت عارفه اخوك الحيم تعب وشيجي معايا قد ايه؟ يوه يا حاج، جاي تفكرني بيه زي ما كنت نسيت؟ معقول تنسي اللي شفته انا واخوك امك؟ وانا كمان يابا، ولا فاكر الكل وناسين انا؟ لا يا فاطمه، انت استحملتي وشلتي وربنا كرمك وعوضك انت كمان. انما ايه المناسبه يا حاج؟ انا كتبت لروحي نص الملك. نص الملك؟ انهي ملك؟ نص الملك كله. اخوك تعب ورب اخواته معاي وانا عاوز اعوضه. قلت ايه؟ هقول ايه يا حاج؟ بعد كلامك مفيش كلام. يعني مسامحه يا فاطمه؟ يوه يا حاج، واحنا هنبص للرحيم بحق ربنا، رحيم يستاهل نص الملك وقت تعب وشاه. الله يرضى عنك يا بنتي. وانا كمان تعبت يابا، وراسي اتجورت من شير الصوره والمشنات. ماكسك حاجه يا بنتي؟ حسك بالدنيا يا حاج هينقصني ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا جدي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ولدي. اقعد. معلش يا جدي، عشان انا حولع الفول بس. اهو على طولك دي يغير هدومه ويجري على الخدمه في الجامع بعد الفطور. كله في حب اهل البيت يا ام رضا. ربنا يجعلنا ببركاتهم يا ولدي. خد كل ده يا جدي. الحمد لله رزق الخدمه. تعال هني يا ولد.
وانت كل ما تتلايم على فلوس تكون رزق الخدمه. انت عندك البنك بحاله يا امه. شفت الواد يا ابوي هيروح يشتري بيها لحمه وفول لاهل البيت. هو ده اللي باقي. تعال. خد الجراجيش دي وحضر السحور جوجك ليه. هو فين ابو جيه؟ كان يسمع صوت الطنبيل بتاعه. ووعد مد يدك على الفول، انا هجهزه بنفسي. خليك يا حجي اجهزه انا. ليه؟ على رجلي نكش الحنه؟ روحي جهزي السحور. حاضر. ما تخبرش. المولى هو العالم بالعباد. أباي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع وراه. الجراجيش جوه في المشارع. جراجيش ايه؟ مين له نفسي يبلع لقمة؟ روحي شوف لارينو ايه؟ مال أبو وجيه؟ بتساليني؟ روح ساليه يمكن يجرلك باللي ما رضيش يجر فيه لأمه. رايحة فين؟ انزل. مش هتغير هدومك؟ لا، حضر السحور معاهم، ما يلزمنيش شيء. ايه بتبصيلي كده ليه؟ روح هات المبخره والبخور. عين وصبيك يا حبة عيني. رايح يشتري ارض لاخواته في المهندسين وابوه يقول حكتب له نص اللي املكه. مين يا حاج يكتب له نص اللي يملكه؟ مين يا حاج يكتب لمين؟ جرالك ايه؟ طالع لا على حام ولا على بارد، لسه محدش عرف وجراله اللي جراله. روح هات المبخره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت فين يا حاج؟ أنا هنيه يا نيسة. خير؟ في إيه؟ ولدك راجع ما تايقش حد يكلمه ولا يحكله على مناخيره. ليه حصل إيه؟ ما رضاش يقول. حد من إخواته زعل ولا قال له لا؟ كلهم موافقين. أنا جاي من عند فاطمة وقاعدة تدعي له. أنا جاي أتحدث معاه. خلاص روح شوف جاريه ليه. همي يا نعم؟ البخور جاهز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الفلك. بشر بشر حاسب كنت إذا وقفت بشر بدات بحوكة بشر حاسب بزحسن. صدق الله العظيم. الحج بنفسه طالع عندي. تنك قاعد وقفت ليه؟ أقعد كيف يا مرحيم؟ دخلة الحج توقف العالم بحاله. مالك يا رحيم؟ خلاص خفيت لما شفتك. الحج مالك؟ صدع شوي والتعب حل علي. أنا عارف تعبت ومن حقك إنك ترتاح يا ولدي. رقيتك واسترقيتك من كل عين بصاصة تندب فيها رصاصي. خلاص ارتحت. ارتحت يا حجة والله. الحمد لله. أنا جاي لأجل مريحك يا ولدي. امسك يا ولدي. ايه ده يا ابوي؟ افتح وقرا. عقد بيع ابتدائي. معناته ايه دي؟ حقك يا ولدي، حق تعبك. انا قلت لك من حقك انك ترتاح. تكتب لي نص الملك هناك وهناك في المنشأة اللي دبقناها انا وانت السنين بحالها، كتف بكتفك يد بيدك. ايوه حاج، بس اخواتي اخواتك موافقين وماضيين شهود. وفاطمة لسه مكلمها، وامك كلمت نفيسة. أنا ولدك الكبير يا حج، هم أخواتي الصغيرين. شلتهم وشلت الهم معاي. أنت ابن 10 سنين، شيل يا رحيم تشيل. لم الباقي من هنا هم هناك وصرهم ولف بيهم. حاضر يا بوي. تكبر والصرة تكبر وتبقى عربية نزقها في المسكي يد بيد. وأول ما لمحنا حتة أرض متر في مترين نشتريها، وتلفتنا حوالينا ندور على فلوس ندفع حقها. ما لقيناش غير كردان المرحيم. قبل ما أقول لها محتاج خلعته وطلعت تجي وانت وراها بعتوه. فاكر المرحيم؟
فاكرة أم رحيم؟ إلا فاكرة. أيوة فاكرة. وفاكرة كمان إن بعد كام سنة قعدتني ومليت لي حجري كله رزق فلوس، خدتني من يدي على الساغة على أكبر محل بيبيع الذهب. هات غوايش والبس يا أنيسي، خواتم البس يا أنيسي، كردان علقي في رقبتك يا أنيسي، جميلك هيفضل في رقبتي العمر كله يا قدم الساعد يا وش الهني. وجه وقتك يا ولدي تاخد حقك. لا يا ما فيش أخ كبير ياخد تمن مساعدته لإخواته. أخواتك معاهم ما شاء الله شهاداتهم. وأنا معي إخواتي عمرهم ما يقدروا بي، ولا أنا هعمل فرق بيني وبينهم. عارف عارف يا ولدي، أنت بيدك كل شيء وكل شيء باسمك، لكن أنا عايز أرتاح. مش هنقسمه في حياتك يا حاج. عمار بيد الله يا ولدي، لا عاوزنا قبل ربي يسألني ظلمتك ليه. الشاي والسبرين. خليك برا دلوقتي. برا ليه يا غريبة انعام؟ ما هي شالت يا كمان، ولا انت نسيت؟ اقعدي. من يوم ما قلت لك خد بنت اختي، وانا عارف وانت عارف يدها بيدنا، شالتنا في المرة نيجي في الحلوة ونقول لها بعدي ليه. نعم انا كاتب لجوزك نص الملك وهو مش موافقني. يا حاج انا ماليش في ال... لا ليك حقك انت وجوزك، وبعدين انت كبير اخواتك وحتفضل كبيرهم. ريحنا يا ولدي انت واخواتك، ربنا يهديكم. طيب خد العقد خليه معك. ها ريحيني يا مرحيم، ما فيش حد هيخاف على حاجة اكتر منك. تشرب الشاي ولا تتسحر الاول، وما تنساش تكلم اخواتك عشان اللي جايين يخطبوا نفيسي. حاضر يا محايم، يطلع نهار ربنا ويعمل ما فيه الخير. حاضر يا ستي حاضر. ارد؟ حاضر. الو ايوه مين حضرتك؟ لا البيه مش موجود. الهانم؟ موجودة ثانية واحدة. مين يا سهير؟ ده اخو البيه هانم. اخو مين فيهم؟ مش عارفة ما سألتوش. مش تسألي وتعرفي مين، اوعي كده. الو اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا يا معبير، ازيك؟ لا انا كنت عايز اكلمه في موضوعك ده. لا مش سر ولا حاجة، عقبال سارة وعبير جاني عريس لنفيسة. الله يبارك فيكي. إن شاء الله ربنا يوفق. زميلها المعيد بتاعها كمان. لا يبقى هيعجب إن شاء الله، وهنيجي نبارك ونشرب الشربات. سيادة المستشار لسه نازل ما بقلوش حاجة بسيطة، أصله قال إن عنده مشوار وهيعدي على الدكتور زين. لا خلاص انا اتصل بيه معاك، ما انا كنت عايز اكلمه هو كمان، يبقى اكلمه الاثنين بيعه واحده. سلميلي على بنته، مع السلامه. ايه خير يا سياده المستشار؟ كل خير يا دكتور، ما انا قلت لك في التليفون اطمن خالص. الحقيقه من ساعه ما كلمتني وانا عمال احسبها. يا راجل تحسب ايه وتقلب ايه الحساب ولا حاجه؟ يا سيدي اعتبرني جاي اسلي صيامي معاك. ونفطر مع بعض. ليه؟ هي الناس بتفطر مع بعض ليه؟ فما بالك بالاخوات. ده انت عايز الاذيه بقى. انت عارف ماجده دي كانت تهد الدنيا، خصوصا انها عازمه ابوها وامها على الفطار، انما اذا كان عليا بقى انت عارف عايز افطر واتسحر وابات كمان يا سيدي. عموما اول ما هنقعد مع بعض كل الفواصل الاقليميه دي هتزول. يا سياده المستشار بص لي كده ليه؟ كانك مش مصدق. بس هو ده الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه. موضوع الفواصل الاقليميه اللي هتزول بعد ما نقعد مع بعض؟ لا موضوع اننا نعيش مع بعض كاسره واحده في مكان واحد. ما انتش موافق انا عارف. لا انا بس شايف انه مش بالضروره علشان احنا اسره واحده
نعيش مع بعض في مكان واحد وناكل بنفس الطريقة ونربي ولادنا بنفس النظام. عارف ده بيفكرني بيه يا دكتور؟ بإيه يا سيادة المستشار؟ بالنظام الشيوعي اللي الدولة بتبقى فيه هي الأب والنظام هو المربي، وياخدوا الولاد من صغرهم يدخلوهم معسكرات ويطلعوهم ولاد للدولة، النظام الشمولي يعني. عايز أقول لك إن الحاج عمران المنشاوي على الأقل هدفه مختلف. أبوك أحن بكتير، أبوك ده أب، والدافع اللي بيحركه دافع غريزي إنساني. في فرق كبير قوي بين المشبه والمشبه بيه، تشبيهك جائر قوي. طب بالراحة عليا شوية يا دكتور، ما تاخدنيش على الحامي كده. أنا طبعًا ما أقصدش التشبيه ده خالص، أنا الحكاية كلها إن أنا جاي لك أنت علشان أتكلم معاك أنت وأتفاهم معاك أنت، لأنه أنا ما أقدرش أتكلم مع روحايم في موضوع زي ده، هيفهمني غلط وهيقول إن المتعلمين بتوع العيلة مش عايزين يقعدوا معايا أنا ومراتي وولادي في مكان واحد. المطلوب مني إيه يا سيادة المستشار؟ الأول تكون موافق على إنه قعدنا مع بعض في مكان واحد زي ما بيحلم والدك مش هيجمعنا، لا احنا هنختلف يا دكتور زين، يعني النتيجة هتكون عكسية. واضح انك مش موافقني. بالعكس انا موافق. كويس قوي، انا كنت فاكر بصراحة انك ممكن تعترض. موافق ان مش من المنطق اننا نعيش كلنا مع بعض، لسبب بسيط، ان طبعنا مش واحدة وطبع ولادنا كمان مش واحدة، وهي دي سنة الله في خلقه. الاهم من ده يا سيادة المستشار إن الرزق كمان مش واحد، الرزق في كل معطيات الحياة، في الولد وفي الصحة وفي النجاح وحتى في الأخلاق. طب ده احنا كده نبقى متفقين قوي قوي أكتر مما تتصور. عظيم، يبقى كل اللي مطلوب من ساعتك دلوقتي إنك تروح لوالدك وتقول له إنه يصرف نظر عن المشروع ده خالص. ما أقدرش يا سيادة المستشار. تقدرش ليه طالما موافق؟ أبونا مش موافق يا منشاوي بيه. أبونا ده أب نفسه يشوف عياله كلهم في حضنه، متهيألوا ان احنا لسه عيال في المدرسة وحنفضل من وجهة نظره كده. بلاش بلاش نحرمه من امنية مش هتكلفنا كتير في ايامه الاخيرة. يعني لازم برضو نقعد كلنا مع بعض في فيلا واحدة، وان شاء الله كل حي بعد كده يروح لحاله. يا منشاوي ما نختمش حياة والدك بحرمانه من انه يدينا. ابوك ادانا العمر كله، مش كتير ان احنا نيجي على نفسنا شوية وبفلوس يا سيادة المستشار. هو بس انا تصورت لما لقيتك متفق معايا في الرأي انك هتقوله. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا منشاو احنا نحمد ربنا ان ابونا وامنا ما بلغوش عندنا الكبر، كنا شلناهم فوق دماغنا وقطعنا حتى من قوت عيالنا عشان نديهم. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا برضو فضلت اشبه على العربية تحت. الحمد لله على السلامة يا منشاوي بيه. الله يسلمك يا دكتور. رمضان كريم. الله اكرم. نستأذن انا بقى. الله، على فين؟ هو اذا حضرت الشياطين. لا ده احنا بقى نبقى الشياطين وانتوا الملائكة. لا العفو، رجال القضاء لا يمكن يبقوا شياطين ابدا، احنا هنفطر سوا وجودة بالموجود، احنا ما بندققش. معلش يا دكتورة سامحيني، انا شرحت الموقف بالظبط للدكتور زين وهو مسامحني. بعد اذنك. اتفضل. بس خليك فاكر يا دكتور زين احنا اختلفنا مع بعض من قبل حتى ما نسكن سوا. وانا ما قلتش غير كده. في حاجة مهمة لازم تعرفها يا سيادة المستشار، انا مستعد اختلف مع العالم كله وما اختلفش مع ابويا اللي مخلفني. انت صح. يلا كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم. صح وسلام. مع السلامة. رد على التليفون يا دكتور. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا معلم. ايوه موجود. لحظه واحده معلم رحيم. الو. اهلا اهلا يا رحيم. لا المنشاوي نزل. التليفون كان بيرن وهو نازل. لا كان بيكلمني في حاجه كده بسيطه، موضوع يخصنا كلنا. موضوع ايه اللي يخصكم كلكم؟ ما فيش غير موضوع واحد. هتحكي لي بعدين؟ ماشي يا دكتور. عموما احنا هنتقابل الليله في البيت الكبير، جاني عريس لنفيسه ولازم تقابلوه بعد صلاه العشاء ان شاء الله. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه.
بص لي يا رحيم، ما تدورش وشك ناحية الشباك وتعمل نفسك مش شايفني. بنتي يا كراميلا، الاقيش مكان فاضي عندك؟ جرى ايه يا شيخ نصر؟ بقول عشان اجي عندك. وعاوز تبعد عن هنيه ليه؟ علشان الهوا في صدري مش الشباك يعني. الهوا؟ وكيف يخش الهوا والشباك مقفول؟ اي صحيح، انت بتصدق وتامن بالله؟ انا من ساعه ما ركبت وانا فاهم ان هو مفتوح اتاريه مقفول. انت ما بتردش عليا ليه؟ للدرجه دي كرهتني؟ قول اي حاجه فك عن نفسك. ما عادش في كلام يتقال. من ساعه ما سبتك لحد دلوقتي مفيش حاجه تقولها لي. دول اكتر من 15 سنه. سبتيني ليه؟ كان لازم اسيبك. ما كانش لازم ولا حاجه، كنت لازم تفضل جنبي. انت مش عارف ايه اللي حصل لي. يمكن لو ما كنتش سبتيني ما كانش حصل اللي حصل ده. خلاص ما منوش فايدة الكلام. أصحاب الشأن لسه ما جوش. معليش يا ولدي، اللي لسه طويل والغايب حجته معاه. اللي جاي يخطب ده حجته هتكون ايه عشان يتأخر؟ أختك بتقول إنهم جايين من عين شمس. كمان هي عين شمس دي ورانا ورانا. ياه ورانا ولا قدامنا، احنا هنرجع عليها تاني. يعني احنا نهرب من عين شمس ونفيسة تجري عليها زي بتكون عايزة ترجعنا بظهرنا لورا. أخوك رحيم بيقول هي عين شمس دي ورانا وراني. هو مجدي يعني هيعيش في عين شمس يا ماما؟ عين شمس ولا عين جمل، اللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر على راسه. وهو لازم يعني القربة تبقى مخرومة؟ ما ينفعش يعني تشيل قربة عدلة. طولة لسان من غير فايدة. أيوة يا ست أم رحيم، اللمسات الأخير. ولا أحلى كوافير فيك يا مصر. كوافير مين؟ ما فيش أحلى من الحلاوة الرباني، خلقة ربنا. عارفي أنا لو منك ما كنتش قصيت شعري ده وكنت خليته كده دفتين زي الأول. يا ماما بلاش حكاية الضفاير دي، أنت عايزة مجدي أول ما يشوفني يرجع في كلامه؟ يبقى عم قلبه وعم نظر، حد يشوف الحلاوة الرباني دي وما يقولش أنا قتيل من شوية. يا سيدي أكيد بقى الحاج كان بيقولك الكلام ده. ولسه بيقول يا بنت. ايوه يا حاجه انيس، اظهر وبان وعليك الامان. يا حاسبي شعرك هيتخربط. لو سمحت يا حاج. نعمين يا اخوي. بيت الحاج عمران المنشاوي هنا مش كده؟ ده العطفة دي كلها عطفة المنشاوي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. البيت فين؟ قدامك اهو، اتفضل. لا خلاص، خلي حضرتك مستريح، احنا نعرف نوصل لوحدنا. ماني هوصل معاكم. مش حضراتكم اللي جايين عشان الخطوبة؟ ايوه يا حاج، ده الاستاذ مجدي ابني الدكتور في الجامعة. ان شاء الله ربنا هيتمم بخير، ما انا من العيلة برضك.
انا من منشاوي. تفضل تفضل. اهلا يا مرحبا. تاكسي تفضل. استاذ يحيى عالم رحيل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على كامل النور. اهلا وسهلا، تفضل. يزيد فضلك يا اخويا. وقمر الدين كله جاهز، الخشاف وقمر الدين وكله. يلا يمكن العريس يحلو شويه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. تعال يا رحيل، الناس وصلوا؟ وصلوا يا حج، ومستنيين تشرفنا. شرفكوا كيف؟ تقعد وسطينا، الناس يشوفوا الحج، والحج هو اللي اتكلم معاهم. اتكلم معاهم؟ أمال أنت فين؟ أنت الخير والبركة يا حج. أنا خلفت رجالة لأجل ما يقعدوا مطرح. سيبني قاعد يا ولدي، ما أنا أنت موجود أنت وأخواتك. هتفهم اكتر مني اللي ينفع اختكم اكتر من غيره. الزمن معاش زمن يا ولدي. هتفضل واقف كده وتفوت الناس؟ على البركه يا رحيم، ما دام النفوس راضيه وفي وفق يبقى على البركه. بس انا كنت عايز اقول حاجه صغيره يا حاج. قول يا رحيم. الناس دول بينهم على كدهم. على كدهم كيف يعني؟ يعني الحلال كدك دي يعني فجره يعني. بصراحة أنا كنت فاكر إنهم حاجة تانية خالص. خدوهم فجرة يغنيهم الله من فضله. وإيه اللي جابلنا يا حاج؟ نفيسة ألف مين يتمناها؟ ناس مكتدرة وعارفيننا وعارفينهم. طب اقعد اقعد يا رحيم اقعد. لما جاء للإمام الحسن رضي الله عنه راجل يشور عليه يجوز بنته لمين؟ عارف قال له؟ قال له جوزها الراجل يتقي الله، لو حباها حيكرمها ولو كرهها مش حيظلمها. فاهم؟ فاهم حاج. وخد بالك كمان، كل شيء نصيب، والجواز بالخصوص قسم ونصيب. ولو الجدع ده ولد حلال ربنا يجعله من نصيب اختك لو كان في وفق يا ولدي. خلاص كل شيء قسمه نصيب زي ما قلت، ربنا يعمل ما فيه الخير.